على السيتي مال بوستيري ارتيس. طبعا قبل ما نسوي سيتنج نسوي جرايند. هنا دا اشوفكم السيتنج مال بوستيري ارتيس، نحتاج بوستيري ارتيس هنا من تكون عسلان مبعثرة ومن تكون عسلان بالسيتي. شلون اميز بيناتهم؟ اكو فيديو كامل راح اخلي الرابط مالته بصندوق الوصف. هنا هي انو تعرفون انو يا هو الفيرست ويا هو السكند بريمولار. السكند بريمولار يصير حجمه اكبر، ويا هو الفيرست والسكند مولار السكند مولر يصير حجم اصغر. هسه ابدي اسوي سيتنج. هنا داخل الفيرست بريمولر شفت انه ما يقدر يقعد. طبعا هيك جيم سويتها نفس الخطوات مال هاي. فاول شيء ابدي اخذ منه جرايندينج هو البيس. اول شيء ابدي اخذ من البيس، اخذ من البيس حتى بعدين من اخذ الاسنان تقعد رأسا. طبعا أنا مشيكة من الأسنان إنه كلها تحتاج مسافة، فلذلك أخذت من الفيس مال بوستيريور تقريبا كلها. خذ شوية شوية على المكان اللي راح أخلي عليه السن. هسه ابدي بعد ما اول شيء اسوي جرايندينج للبيس، بعدها ابدي اسوي جرايندينج للسن. الجرايندينج للسن اول شيء ابدي بيه هو النك او السيرفايكل منه، بعدين من جهة النقول، وباقي ما اخذ منه. ابقى انا رايد الشكل السن يبقى مثل ما هو، اخذ بس من هذني. قلنا الفيرست اللور أصغر من السكند، والفروقات كاملة بين الأسنان إذا مخربطة عندكم السيت خليتها بصندوق الوصف. أخذ جرايندينج شوية شوية وألزمه صح شلون تشوفون لازمته حتى ما يطير. السكند بريمولر هم أبدي أول شي بيه من بالنيك أو جهة الروت، ما تأثر على الأستيتيك هاي المنطقة وتخلي السن يقعد عدل. أطي سناد بأصابيع اثنين هن والإيد الثانية أسوي بيها جرايندينج. أخذ من جهة اللينجوال أول شي النيك أو السيرفايكل، بعدها اللينجوال. هسه الفيرست مولر حمينه، طبعا الفيرست مولر اكبر من السكند، وتعرفوا لور بيديستال كاسب. اعطي سبورت بايدي صابية اثنين والايد الثانية اسوي جرايندينج. اول شي نيك، بعدها اسوي الانجول. النيك وين النيك وشكل مارروت وبس، هو اشيله. هذا هو اخر شيء السكند مولر، هم بيدي استركاس ونعرف انه هو اصغر من الفيرست مولر. اخذ من النيك ومن اللينجوال، يعني الجرايندينج اول شيء من البيس، بعدها من السن النيك، بعدها اللينجوال. هاي هنا شغلت تورج وبديت اخلي واكس. ليش اخلي واكس؟ لان الاسنان ما تقدر تقعد بس على الريكورد، لازم اكو واكس حتى تثبت عليه. احمل واكس نايف اثبت واكس. بس اخلي الفيرست
ري ماله دا اشوف انه اكو ارتفاع، نزلت شوية تشوفون القاعدة مالته شلون الديستال سلوب مال الكناين والميجا سلوب مال البريمولر. حسيت اني احتاج ارفع بعد، خليت واكس اكثر وشلت السن. حميت الواكس نايفة مينا ورجعت ثبتت الواكس. بهالطريقة راح يكون الواكس لين وقابل لل تشكيل، فإنه أقدر أحط عليه البريمولرات وأحركن عادي مو ست الواكس. شوف الأطباق شلون مضبوط. السكند بريمان راح انزل فيديو همينة واخليكم الرابط بيه هنا بصندوق الوصف، انه شلون يصير الاطباق مال بوستيريا تيث بين الابر واللور. تشوفون شلون صار بين اللور بريمولر بين الاثنين ابر بريمولر. هسه حثبتين بالواكس، اخلي الفيرست مولا هالطريقة، اشيك ويا الجهة الثانية شلون صار الاطباق، حتى من انه منها اخليه لازم الجهة الثانية تبقى محافظة على الاطباق. اذا ارتفعت الجهة الثانية يعني اكو خلل بالست الجديد اللي اسوي، بما انه الجهة الثانية يعني بعدها مثل ما هي وما ما مرتفعة ولا شي، ما صار سبيس، فيعني الشغل مالتي دا يمشي صح. خليت شوي واكس حتى ارفع المولر لان كان شوي نازل، حتى يصير اطباق مضبوط كاست وفوسة هيجي.